هذه اللحظه اللي تتصل بنا تتصل بنا. لجنه الدعم ما زالت مستمره في عمل ديالها. هذه اللجنه مكلفه من مجموعه من الزملاء والزميلات، جزء منهم ينتمي الى المكتب التنفيذي للنقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، والجزء الثاني هو يمثلون المكتب المدير لجمعيه الاعمال الاجتماعيه للصحافه المكتوبه. اليوم العمل ديالنا ما زال مستمر، يعني اجي تدقيق اخر الملفات، الاخر التدقيق الاخير للملفات لضمان استفاده اكبر ولضمان شفافيه ووضوح في معالجه الملفات، ولضمان على انه لا يضيع اي زميل وزميله من يحطوا الطلبات ديالهم في حقهم في الاستفاده. اليوم احنا مستمرين في هذه العمليه ديال التدقيق، وفي نفس الوقت تنكتبوا التقرير النهائي او المحضر النهائي للعمليه كامله. هذا المحضر النهائي غادي سيجمل كل خلاصات كل الاجتماعات اللي درناها، علما على انه هناك ثلاث اطراف مكلفه بالدعم. الطرف الاول هو وزاره الاتصال، الطرف الثاني هو النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه، والطرف الثالث هو جمعيه الاعمال الاجتماعيه لصحفيي الصحافه المكتوبه. هاد ثلاثه الاطراف مطلوب منا كاملين على انه نوقعوا جميعا على المحضر النهائي للمحضر النهائي الذي يجمل ويلخص خلاصات عمل اللجنه التقنيه لمده لشهور. لماذا الزملاء كيشعروا بانه كاين تاخير؟ حنا هو ما كاينش تاخير في الصرف، اللي كاين هو انه كاين حرص من كل اعضاء اللجنه بكامل عضوياتهم وبكامل صفاتهم واسمائهم على ان تكون الاستفاده واسعه، وعلى ان تكون هناك شفافيه ووضوح كبير في هذه الملفات. ايضا نحن على موعد يوم الاثنين صباحا مع كتابه وزاره الاتصال، مع كتابه وزاره الاتصال من اجل توقيع المحضر النهائي لعمل لجنه التقنيه المكلفه بدراسه هذا الملفات، بمعنى انه موعد مع وزاره الاتصال من المتوقع ان يكون الاثنين صباحا مع الكتابه العامه ديال الوزاره، ومباشره غادي تبدا العمليه ديال التوزيع بشكل اللي غادي يكون منظم، وبشكل اللي غادي يضمن على انه هذا الاشعاع وهذا الحماس اللي خلقته هذه العمليه لدى الصحفيين غادي يستمر بشكل 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 واضح، وغادي يستمروا في العمل ديالنا من بعد نهايه توزيع الدعم. غادي نستمروا في العمل ديالنا من اجل المشروع الكبير اللي تنحلموا به كامل، اللي هو مشروع تعاضديه تجمع الصحفيين والصحفيين بشكل عام، لانه في الاصل هذا الدعم كان موجه لتحت الاجور الدنيا ومجهة لدعم الاتفاقية الجماعية اللي خاصة صاحبي الصحافة المكتوبة، لكن اللي لأسباب تقنية تغير المسار ديالو وأصبح في حساب خاص ومستقل باسم جمعية الأعمال الاجتماعية صاحبي الصحافة المكتوبة. واليوم حنا هذا المنتوج وهذا المكتسب لحقته النقابة الوطنية للصحافة المغربية ولحقته جمعية الأعمال الاجتماعية صاحبي الصحافة المكتوبة تتنوع الآن نطوره ونحافظوا عليه في السنوات القادمه في اطار بناء وانشاء تعاضديه تضم كاع الصحفيين والصحفيات حمايه لاوضاعهم وحمايه لاوضاعهم، وايضا حمايه لهذا المكتسب اللي حققناه خلال سنتين 2015 و2016. هذا كل ما في الامر. نحن نتفهم كل ما يقال حول هذا الموضوع، ونتفهم قلق الزملاء والزميلات، خاصه اننا في فتره عطله، وخاصه انه يمكن الزميلات والزملاء برمجوا العطل ديالهم على حساب على انه الدعم سيصرف حد فتره معينه. وانطلاقا من تفهمنا لتساؤلات الزملاء وانشغالاتهم، حنا حريصين على انه ما يكون دعم موجه للجميع، يستفد منه الاغلبيه الساحقه من مواضع الطلبات، والاكثر من ذلك ان يحترم الشروط المتفق عليها في المحاضر السابقه بيننا وبين وزاره الاتصال، بمعنى انه ان يكون عاملا في مؤسسه صحفيه برسم سنتين 2015 2016، يكون لا يكون زعما متقاعدا، لا يكون قد غادر مهنه الصحافه الى مهنه اخرى خلال سنة 2016، وهذه المعايير كلها احنا حرصنا على اننا نفدوها وندقوا فيها ملف رافقت هذه العملية طيلة الفترة، وخاصة ما كان يظهر من حين لآخر في بعض المواقع الإلكترونية المحترمة، تنقل على أنه تجانب الصحة في كثير من اللحظات، لكن نحن نتفهم انشغالات الزملاء والزميلات الصحفيات، نتفهم الضغط اللي مرتبط بهذه العمليه كامله، ولكن نطلب ايضا من الزملاء والزميلات خاصه
يطلبون الزميلات والزملاء على انهم يعني يتفهموا ايضا اننا نحاول ان ننهي هذا الملف بمسؤولية كاملة في اطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفي اطار الوضوح والشفافية وفي الاطار ضمان الحقوق الكاملة للزملاء والزميلات الذين ولاو يتقدموا بطلبات الاستفادة من الدعم ديالهم. هذا الموضوع حققناه اليوم من مكتسب ما حققته لنا قبضاي الصحافة المغربية وما حققته جمعية الأعمال الاجتماعية الصحافة المكتوبة عليه أن يصبح مكتسبا مكرسا. علينا أن ندافع على تطويره في اتجاه التعاضد الصحفي كما نحلم جميعا. وعلينا بشكل أو بآخر أن نجعل من هذه جمعية الأعمال الاجتماعية الصحافية الصحافة المكتوبة خاطرة للعمل الاجتماعي الموجه للصحفيين والصحفيات، وأن نطور هذا العمل في اتجاه أن يشمل مجموعة من القطاعات الصحفية التي لا تتوفر على مؤسسات الأعمال الاجتماعية، لأنه حتى نعتبر أي دعم تتلقى جمعية الأعمال الاجتماعية الصحافة المكتوبة هو دعم موجه للصحفي والصحفية الصحافة المكتوبة، وهذا الدعم ما يمكن إلا تستفيد منه كل صحفي وكل صحفية تتوفر في شروط الاستفادة وينتمي إلى هذا القطاع الذي يعاني من هشاشتين والذي يعاني من هشاشتين اجتماعية ويعاني من صعوبات مالية خاصة الصحف الورقية والذي يعاني الزملاء والزميلات فيه من عدم الثقة في مستقبل القطاع خاصة مع وجود بوادر المغامرة الطوعية في مجموعة من المؤسسات الكبرى. احنا تنقولوا للصحفي والصحفيات يعاونونا يزيدوا معنا يصبروا معنا شوية لأنه انتظرنا يومين إضافيين إلى يوم الاثنين صباحا بعد توقع المحضر المشترك مع وزارة الاتصال سنكون في أمان جميعا وستكون جمعية أعمال الاجتماعية الصحفية الصحافة المكتوبة والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وزارة الاتصال قد أنجزت ورشا أساسيا للأوراق العمل ديالها المشترك.